بالنسبة للتساؤل تاعكم حول الإطار القانوني الذي يؤطر الهجرة السرية، فهو القانون الجنائي المتعلق بتجريم ما يسمى بالهجرة الغير النظامية أو الهجرة السرية. فيما يخص العقوبات التي تطال المهاجرين السريين، فهي منصوص عليها في المادة 50 من القانون المتعلق بالهجرة الغير النظامية، بحيث أن العقوبات تصل في حدها الأقصى، العقوبات تصل في حدودها الأقصى إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وكذلك إلى مبلغ ديال 10,000 درهم كغرامة. هذه حدود أقصى ديال هذه العقوبة. بطبيعة الحال إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والظروف التخفيف التي يمكن أن يتمتع بها هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالهجرة الغير الشرعية، بطبيعة الحال العقوبة تنزل على هذه المستويات إلى حدود دنيا، تبعا لكل حالة على حدة. بالنسبة لما وقع في الحدود ديال المدينتين المحتلتين، مدينة سبتة وأمليليا، بطبيعة الحال هناك واحد مجموعة ديال الأشخاص اللي اقتحموا السياج الحدودي لهذه المدينتين المحتلتين ودخلوا الأراضي اللي بطبيعة الحال هي تحت السيادة الآن، هي تحت السيادة ديال الدولة الإسبانية. وبالتالي هاد الأشخاص وقاموا بعمل غير مشروع ومجرم بمقتضى القانون الذي أشرنا إليه. ولكن إذا رجعنا إلى الظروف المحيطة بهذا التسلل والدخول ديال المهاجرين للأراضي الإسبانية، فهناك يمكن نقولوا واحد غض الطرف من طرف القوات المغربية، وهذا تعطي الملف واحد صبغة سياسية أكثر ما هو صبغة قانونية. كيف ذلك؟ إلى جينا المادة 51 من القانون المتعلق بالهجرة الغير النظامية، هذا الفصل 51 تعاقب كذلك الموظفين الذين يتواطؤون مع الأشخاص الراغبين في الهجرة الغير الشرعية أو في الهجرة الغير النظامية، تعاقبهم واحد العقوبة شديدة لتتوصل إلى في حدها الأقصى إلى 5 سنوات حبسا، وتتوصل الغرامة إلى مبلغ ديال 50,000 درهم. ما وقع في الحدود ديال سبتة هو أن هناك تواطؤ، يمكن نقولوا وهما هذا ما يمكن أن يستشف من تصريحات ديال وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، أنه المملكة المغربية سمحت لواحد المجموعة المهاجرين باش أنه ينطلقوا نحو الأراضي الإسبانية. وهذا كي قلت لك أو كما قلنا بأنه هذا الشيء هذا أعطى الملف واحد الصبغة سياسية. وبالتالي إذا بغينا نكيفوا الملف أو النيابة العامة، ما ننتظر من النيابة العامة أنه هاد المرحلين وهاد الناس هادو اللي دخلوا الأراضي وتم ترحيلهم من جديد، دخلوا الأراضي الإسبانية وتم ترحيلهم من جديد إلى المغرب، فبطبيعة الحال نحن نرى نظرا للطابع السياسي للملف وأنه تم استغلالهم كورقة سياسية من أجل الدفاع عن المصالح المغربية، بحيث أنه ما قامت به السلطة المغربية هو رد فعل على ما قامت به إسبانيا من استقبال الزعيم ديال زعيم جبهة البوليزاريو وعدم إحالة الشكايات التي قدمت أمام القضاء الإسباني من أجل إحالة هذا الشخص اللي هو زعيم جبهة البوليزاريو إلى القضاء لمحاكمته بالجرائم المنصوص عليها أو المدونة في الشكايات المقدمة للسلطات الإسبانية. أمام هذا التعنت الإسباني، أمام عدم تطبيق إسبانيا للقانون، فما قام به المغرب هو دفاع عن السيادة نتاعو بطبيعة الحال، ولكن هذا تجعل أنه الناس اللي دخلوا إسبانيا هذو راه ضحايا كذلك. ضحايا
خصهم استغلوا سياسيا، وهذا تيخلينا انه نقول بانه النيابه العامه خصها تحفظ الملفات المتعلقه بهم وما تحلهم شيء على الجلسات، ولا يعقل ان يتعرضوا لاي عقوبه سواء كانت عقوبه سالبه للحريه او لا عقوبه موقوفه التنفيذ او حتى للغرامات، بحيث ان الملف خصو يتسد لانه ملف سياسي اكثر ما هو ملف قانوني. فيما يتعلق بالتعامل ديال السلطات الاسبانيه مع المهاجرين السوريين الذين تقاطروا على مدينة سبتة ومليليا المحتلتين، ففي الحقيقة إسبانيا تعاملت بشكل يعني اللي هو لم يراعي حقوق الإنسان، بحيث أنه الناس يعني الذين وفدوا على هذه المدينتين منهم يعني واحد المجموعه ديال الاجانب، منهم سوريين منهم يمنيين، وهاد اليمنيين اللي كانوا تقدموا واحد مجموعه ديال طلبات اللجوء السياسي الى السلطات الاسبانيه والى الهلال الاحمر الاسباني، فمباشره من بعد ما تقدموا الطلبات نتاعهم وصلتنا اخبار بانه راه تم تمزيق واحد المجموعه ديال الاشخاص، تمزقات لهم الجوازات تاع السفر، مزيق جوازات سفرهم ورحلوا مع من رحل. بمعنى هذا التعامل ديال اسبانيا تتنفى مع اتفاقيه جنيف ديال سنه 1951. ذات الاتفاقيه كذلك تتنص فيما تنص عليه بانه اذا كان يعني الاشخاص الذين قاموا بهذه الهجره يعني قاصرين ودون سن الرشد القانوني، فيمكن تخييرهم بين البقاء بالاراضي المهجر اليها او العوده الى اوطانهم، وذلك مراعاه بطبيعه الحال للمصلحة الفضلى، مراعاة المصلحة الفضلى لهؤلاء القاصرين. ففيما يخص القاصرين المغاربة الذين يعني تسللوا إلى المدينتين في هذه الأيام الأخيرة، فالسلطات الإسبانية ما خدتش معهم هذا الإجراء إطلاقا، وإنما تم ترحيلهم مباشرة إلى المغرب، تم ترحيلهم دون ما يتمتعوا بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ديال جنيف ديال 1951. كذلك واحد مجموعة ديال الأشخاص اللي كانوا على متن المراكب يعني في عرض البحر اللي كانوا في اتجاه سبتة أو مليليا، فتم منعهم يعني بالقرب من سواحل المدينتين، تم منعهم الدخول إلى هذه المدينتين وأجبروا على العودة من حيث أتوا، وهذا في واحد نوع ديال تعريض هؤلاء الأشخاص للخطر بما يتنافى مع المقتضيات ديال العهود الدولية والمواثيق الدولية ديال حقوق الإنسان. كذلك الناس الذين يعني ضبطوا في المدينتين يعني واعتبروا أنه قاموا بهذه الهجرة السرية، فتم التعامل معهم بأشكال تعسفية، طالهم واحد العنف اللي هو غير مبرر من طرف الجيش الاسباني، بحيث انه اسبانيا استعملت الاجهزه الامنيه نتاعها واستعملت كذلك القوات ديال الجيش ليتعاملوا بواحد النوع ديال التعسف وواحد النوع ديال العنف اللي هو مبالغ فيه وغير مبرر مع ناس اللي هما عزل وبدون سلاح. وهذا الشيء كله هو تتنافى مع المواثيق والعهود الدوليه ديال حقوق الانسان اللي اسبانيا بطبيعه الحال دوله تعتبر من الدول الديمقراطيه ومن الدول اللي هي مصادقه على جميع الاتفاقيات وجميع العهود، ومفروض فيها انه التعامل يعني بوفق المقتضيات نتاعها وانه تحترم حقوق الانسان.